ازيكم اصدقائي، عاملين ايه؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كويسين الحمد لله. فدلوقتي انا بلعب مع صاحبي باسل، فطبعا كنت عمال انا دخلت معاه، كان مشكلة في اسمه، فطبعا الاستاذ باسل معانا. هلا استاذ باسل، سلم هلا عليهم. هلا، سلم عليهم، بيقول لكم اهلا يا جدعان. السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا يا جدعان، هو بس اللي احرف مني، وزي ما انتوا شايفين الليفل بتاعه 116، وعنده سكنات اكتر مني، مع اني عندي 3 وجبتهم بالعافية. وطبعا ده انا عندي كذا رقصة، بس زي ما انتوا عارفين. استنى استنى كده يا جدعان، احنا نسأل بس السؤال. بس ايه، هلا، هو انت يوتيوبر زيي؟ يب بس على تيك توك. تيك توك؟ وانا مصور فيديو؟ لا، ما يب مصور 3 شورت بس. خلي بالك ماشي، العيال هنا مش هتهزر، مش هتتفاهم يعني. بص، لما اول واحد يخش مثلا يقوم يديلك بيو، هيقوم مفنشك على طول. ولو محترف مش عارف اجيلك، فمانيش دعوة. انا ممكن البنت، لا ما انا ما كنتش عارف اصلا، من اول التحديث بتاع فورت نايت ما كنتش عارف اللي سيف زورد نزل، فالمفروض اللي هو نزل اللي هنا وفي كل الاماكن، بس اصلا زورد انا عارف مكانه السري. لا بس هو بعت ناس زورد حقيقيين لابسين زي ستار وور، بس لونهم ابيض. يلا، ومين اللي اتكلم معاك ده؟ شباب، انا شاكك في باسي، شاكك في باسي اللي هو مشغل الهجر بتاعه زيي. طب سلام عليكم كده. بس ايه، هو انت مشغل الهاكر بتاعك زيي؟ ايه، انت مشغل الهاكر بتاعك؟ هاكر؟ انا مشغل هاكر، انا مشغل هاكر وقاعد بكسب فيه كل مرة، حتما بكسب وحتما بخسر. اوكي، هبلغ عليك. لا ما انا اقولك على الهاكر بتاع بعدين، عشان بص هبقوله لك بعد ما نكسب. انا ولجلك والله البنج عندي ملجلجة تقريبا عندك، عشان النت لازم. ده انا قاعد بلجلج، يا نهار ابيض، بطل يا ابو لجليك. وفين اللي تشيست بالظبط؟ مكسر خالص تحتية. 52 ثانية. لسه ما جبتش ولا سلاح، ولت زي الزفت، استغفر الله العظيم يا رب. انا لوكي يعني جيد، ده ما جبتش ولا سلاح والله العظيم. ده في البرج اللي انا قاعد فيه، البرج ده انا قاعد فيه وما لقيتش فيه اي زفت. اجي لك. ايه ده انت؟ انت بتهزر. لو لقيت سيف زورد خده، عشان ده قوي جدا. ده مرة استخدمته. لا بس كسبني. وعلى خدت كل حاجة، ولازم ده اي شيء استفتحه، ولازم انا باخده على طول، ما بسيبش اي حاجة كلها لازمة. ايه ده بس ايه، الحق كده، استنى انا هرميلك ده، حاول كده استخدمه واحدة بس، استخدمه مرة واحدة.
استنى بقى، بص بقى على البتاع، شفت حاجة غريبة؟ تقريبا عشان سيف زورد هو اللي عمل كده، ولا انت يا ابني؟ خلاص تهيل، خلاص انت هيلت نفسك، وانا هيلي خلاص. لو معاك قنابل خدها، عشان لو في فايت او حاجة. تعال تعال خليك ماسك اسلحتك، ماشي خليك ماسك اسلحتك يا ابني، انت قاعد بتلعب يا ابني. الله يخليك، والله العظيم هتكشفنا وهتخلينا نخسر. اوكي كسرها 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 كسرها، بس عشان كده ايه، هتعرف الناس مكاننا، قصدي هتعرف اللي فين، اللي احنا كنا موجودين. تيجي نمشي من هنا؟ يلا ما تخافش يا عم ابو ال، والله انا متصدق بلجلج انا كمان. فين اللي تشيست ده؟ بس وسيل، في كده حركة جديدة نزلت في فورتنايت، تعال بص كده شوفها عندي، تعال بص بسرعة اهو، تعال بص شوفها كده، بص شوف 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 ايه ده؟ لا والله العظيم ده كنت جريت وقمت زقه بظهري ازاي؟ قصدي لا، طب استنى شوف اهو، شفت زقيته زقيته، جرب كده جرب، لا اخرج جرب، ما انت تلاقي تحفه تحفه. يلا ابدا مع التصريح، ايه رايك؟ تحفه. لا هو في حد بيرن عليك ولا ايه؟ يب يب، طق طق طق، يا رن رن يا جرس، البسة طلقت على الباب ولا انت خلف الباب؟ شباب انا نفسي اعرف هو بس اللي هيطفح الناس ولا متهيألي؟ تجي رن رن يا جرس، مين اللي ضرب؟ الله يخرب بيتك، الحقني لا بس الحقني. الو الو الحقني، في حد عندي، جابني جابني بسرعة. جيتك جيتك ياي، موتني اهو اهو، عجبك اهو فنيشني يا عم، يا عم مش انا اهو، يلا اهو يا ابني عندك يا ذكي، انت مش شايف، انت مش شايف اهو، شفت هيجيبك، خد ادي واحده لايك يا ذكي. واحد نوب يفنشك، والله لا واحد نوب يفنشك يا اخي، والله استنى يا ابني بعمل روبورت الولا، رجلي خمسية، استنى يا ابني شوف ابو، يعني بيجي خمسية تصدق شكلي هعمل لك ريبورد، والله العظيم ده اقدر اعمل لك ريبورد، انا عملت ريبورد، انا عملت ريبورد اللي برضو يلا ريدي، اتخرجت انا ترجعت اللوب ليه؟
العظيم يا جدعان. ده سيف زورد ما بيتفهمش. ايه ده؟ مين ده؟ عربك. عربك ده ولا ايه؟ لا استنى بس ما نشوفه عربك ولا لا. وعربك يا ابني، هو عربك؟ عربك اكيد، عربك مش اجنبي يا ابني. ده بتهزر. فؤاد كده انا كدا. لا فؤاد كده يا نهار اسود، هو اللي حصل يا نهار اسود؟ يا نهار اسود سليم. الو سليم، الو مركب سليم، تقدر تحاول تخش معايا؟ وين؟ في البارتي بتاعي اللي هي الحفله بتاعتي. والله شوف ما نعرف. لا ما تحاول ابعت لي رساله كده او حاجه، وانا هعمل جام بارتي، يعني اخش الحفله بتاعتك. طيب. يلا عاوز حاجه؟ طيب. سلام. لا يا لينا جدعان، كيف حتى مجموعة خاصة. سالم جه يا جدعان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اعطينا المشروع. هو مين اللي اداني كيك؟ يا نهار اسود. يا ولدي يعني مالكوش امان. سليم. الو. هو اللي حصل؟ الو. ايش اصوات ترى هناك يقطع؟ انا حاسس ان الف واحد يتكلم. لا مين؟ لا او يمكن بس اكثر من واحد قاعد يتكلم شيخ، او يمكن المايك بتاع باسل بايظ فعشان كده لسه شغال. طب بص احنا هنختبر مهاراتك ماشي. الو سالي. الو سالي، وانت من انت سامعني ولا لا؟ متهيألي. ايه ده؟ يا نهار ابيض، ممكن اعمل لي فورتي او نهار اسود. هو اللي حصل يا جماعة؟ ممكن تقريبا حصلت مشكلة. طب بصوا انا هعمل دي بارتي نشوف بقى الموضوع ده. ايه ده؟ يا نهار اسود، كلهم قفلوا؟ حصل خطأ. يا نهار اسود، كلهم قفلوا. كله قافل، ده قافل وده قافل وده قافل. في ده؟ ها
نهار اسود، حتى مش عارفه اختار ما شباب هو اللي بيحصل. هتقولش لي السيستم بتاعي خرب؟ وشوفوا حتى بس لسه بيتكلم ازاي؟ ايه ده لسه كل حاجة مش كويس جدعان؟ انا اصلا مش مطمن للسيستم. والسيستم ايه اللي حصل له؟ ولا في حد خد السيستم بتاعه وسرقه؟ ايه ده يا جماعه؟ انا مش مطمن والله العظيم، انا حاسس ان السيستم خرب كله، او يمكن حد سرق السيستم بتاعي. باتل رويال الماضي زوجي ده بيلعب واحد سولو. يا نهار ابيض، يلعب باتل رويال الفرق خراشي. حتى لا ازاي؟ بس انا كده النهار اتكلم مع سالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الو، سلام. الو سليم، اخرج كده. سليم
نحاول كده نشوفه، نعمل جام بارتي واتش. هو ايه اللي حصل جماعة؟ ما تقولوش اللي في بالي فعلا، ما تقولوش اللي في بالي فعلا. مش هو كان قربك؟ ها الو، وعليكم السلام. الو سلام. سليم. اسمي سلمان. ترى اسمي سلمان. واسمك سلمان؟ دغري دي. ايه ده؟ انتوا الاثنين استنى. الو دقري دي. هو انتوا الاثنين متشابهين ولا متهيألي؟ يا احنا متشابهين لو سمحت. طب بصوا، انا هقفل المايك، بتاعي عشان ايه الصفاره ما تجيش. سلام. انزل عند معدل. وين معدل؟ بندل عندهم. انا طب اتهزر. طب اسمعي. نعم. طب يلا اخينا ريدي. خلينا نلعب مسلسلاتنا مع بعض. لحظة. دق يا ريدي يا محمد. ايش؟ اطلع. دق ريدي. انا عارف اللي باسي سرق السيستم بتاعي، انا عارف خلاص. احسن على ما تقيس، عشان هو اصلا بيسرق السيستم. اما تقيس بقى ما تسيبوش ما تدعوش، عشان يبوظ السيستم كله. فكده ايه؟ عشان اربعه ما عرفوش يتقابلوا مع بعض، عشان كده سرق السيستم بتاعي، مع انه كان عارف رقم السيستم. وايه اللي عرفه اصلا؟ ما تشوفش حد. ما فيش، ده انا عامل زي ده عادي.
طب انا اتكلم مع سليمان. ده مش مصدق اللي انا شايفه. يعني سليمان يلعب مع واحد غيري؟ لما اخلص الجيم بس والله العظيم انا هتكلم معاه. لسه سايبه والله العظيم انا سايبه عشان احس اللي هو كمان سال السيستم بتاع باسل وبتاعي. هو كم هما الاثنين سالوا السيستم بتاعي عشان اصلا ايه اللي اعرفهم السيستم بتاعي. طب الله لازم اقول يردكم كده يا جدعان، يردكم يسرقوا السيستم بتاعي عشان اللعبه تبوظ على اخرها. ما لو اللعبه باظت كده الفورتنايت كلها تمسح من على متجر بلاي. مش هتكلم في الموضوع ده، انا ما عدتش متكلم فيه عشان الموضوع ده بدا يذبني. الله عظيم. انا عارف لو هم بوظوا السيستم اللعبه كلها هتبوظ، الدنيا هتبوظ في الفورتنايت. استغفر الله العظيم يا رب. نفسي اعرف ايه الشغلانه دي، الشغلانه دي شغاله. امال ازاي
احمد صالح سليم سليم بس خلي بالك يمكن تقول لي لو انت لا يمكن احمد دوت انا عامل له كيك لو جيت تاني اعمل له كيك اقفل عشان احمد صالح دوت على نفسك عشان ما يخل معاك اعطيني بورت ليدر استنى هنعمل بارت ليدر دلوقتي ايوه انا عملت انا عملت خلاص بارت ليدر انا كنت انا اللي ابغى البارت ليدر انت عاوزه ليه عشان اطرده لحظه احنا ناديك هو اللي عمل نفسه انا عملت لي بارتي ليدر خلاص لا انا قفلت البارتي ليدر قفلتها انا قفلت تعالى الله عليك ما عندي يدخل بس سليم سليم نعم انت في سنه كام انا في البيت نعم انا في البيت اقول لك الله يا ابن اللي بقولك انت في سنه كام سنه انا في رابعه ثانيه ايوه ده انا في رابعه انت في رابعه استنى لو انت بتتكلم باللغه ديت يبقى انت لو انت سالم نوت انا سعودي سليمان انت فين نعم انت اللي قدامي ده ايش انت اللي قدامي والله شوف ما انا هو اللي قدامك ما في حد قدامي لا يا ابني هو ده انا نصرف وانت صوتك بعيد هذا ما ادري مين الله يخرب بيتك اوكي شكله انت شفتك خد يا لعبة عشان انت ما انت كده تتفنش على طول انا هو استنى خد السلعه اللي اخدتها لا تعالى بص خد تعالى بص في شيء اقوى من البوم في الماوس مش هتعمل تعالى بص خد ده وده
لحظة، ايه رايك هاخد السنايبر ونغمس فيهم؟ يا عم خد والنبي، خد السلاح اللي في ايده والشوتجن، خد سلاح السلاح اللي بيضرب طلقتين ورا بعض اللي هو ده ده ده. ها شوف انا معاي، ها شوف شوف، ها ماشي. حد الشوتجني، حد الشوتجني ده. انت بتدمجني؟ لا والله العظيم انا دمجتك. لا ده في عدو فوق عندنا. تعال فوق، تعال فوق، تعال فوق، نطلق عليهم بالسنايبر. يا عم بلا سنايبر بلا بتاع، تعال يا ابني، تعال ابن الله خليك بلا بتاع بلا زيف. في احد قاعد يطلق علينا. هد 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 هد، كراك كراك، اديهم بالكار او اي حاجة. انا بكتب بتاعتني، هو اللي حلو كتب منهم.